تعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي بين المغرب وروسيا شكل محور مباحثات أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش بالرباط مع وزير الفلاحة الروسي السيد ديمتري باتروشيف، والمنعقدة على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. فيه نقاش حول الامكانيات ديال تطوير العلاقات التجاريه والعلاقات ديال الاستثمار في ميدان يعني الفلاحه وفي ميدان لاغرود اندستري. كاين واحد اقبال كبير كيهمهم يعني ما يقع في المغرب بالنسبه للسوق ديال يعني الحبوب، وكيهمنا كذلك الفواكه والخضار والحواميد في الاكسبورتاسيون. تكلمنا بالخصوص على كيفية ديال العمل باش نصغعوا بهذاك الكوريدور فير اللي كانت توقع امام صاحب الجلالة، يعني فاش في الزيارة الملكية اللي كانت في روسيا، باش يمكن لينا نزربوا به ويخرج الوجود باش يسهل المأمورية يعني المصدرين المغاربة للولوج الى الاسواق الروسية. هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة السبل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارات في القطاعات الفلاحية والصناعة الكبرى، كما أن روسيا تولي اهتماما خاصا لتطور سوق الحبوب بالمغرب. المباحثات تناولت أيضا سبل تسريع وضع ممر أخضر، بروتوكول تبادل المعلومات المتعلقة بنقل السلع والعربات بين المملكة المغربية وفيدرالية روسيا.